أولاً رانا في تيزي مع الجماعة هنا وكل من أجل يعني وضع تكاليف في الفكرة اللي طرحهم على كل شهداء الحرائق اللي صارت مؤخراً في خاصة ولاية تيزي وزو، وكذلك لطرحهم على جنود الواجب كذلك من الجيش الوطني الشعبي اللي قاموا بواجبهم امام اخوانهم من المواطنين من اجل يعني انقاذ المواطنين اللي كانوا محاصرين في المناطق اللي تقصت بها هذه الحرائق. فمبادره جميله ومبادره يعني تستاهل كل احترام والتقدير. فهذا خلينا باش نذكر العديد من الناس اللي كانوا يشكوا في مدى وحده الشعب الجزائري. فنظن بان هذه الحرائق اللي صارت في ولايه تيزي وزو وهذه الهبه التضامنيه اللي صارت بينت مره اخرى هذه وحده الشعب الجزائري. فنظن بان هذا درس لكل من كان يشكك في هذا الجانب هذا. فتحياتي لكل الشعب الجزائري، تحياتي لكل من ساهم من قريب ومن بعيد في مساعده اخواني في الولايات والمناطق اللي تقصت بهذه الحرائق. وتحياتي لكل الشعب الجزائري وتحيه الجزائر. شكرا.